muuqaalkan maanta walaalayaal waxaan idin kula wadaagayaa ruqiyo sharciya waa ruqiyo sharci ah uu qofka gurigiisa ooga nadiifinayo ama uu ooga saarayo xayawaanaadka iyo xasharaadka sida quraanjida iyo wixii la mid ah walaalayaal culimo qaar waxay leeyihiin qofka gurigiisa xasharaadka noocaas oo kale markuu ku arko waxay risaalo u tahay ama calaamad u tahay ama ku tusinaysaa in gurigaasi uu sixir ku sugan yahay ama gurigaasi il haysa iyo xasad iyo wixii la mid ah annagana allah subxaanahu watacaala saan wada ognaha walaalayaal wuxuuna siiyey axsan alxadiid allahu نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إلى سبحانه وتعالى ولا ريال وحو نسيي أحسن الحديث أيها الله سبحانه وتعالى وحجاب نوعه shayaadiinta iyo jinka iyo sixirka liibaantii adduunyo liibaantii aakhiro ya jacalnaa baynaka wa bayna aladiina laa yuuminuuna bilaakhirati xijaaban mastuura buu allah subxaana wa tacaala nasiiyey sidoo kale walaalayaal nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nahiyey in xayawaanaadka ama xasharaadka qaarkood in la dilo sida quraanjira ilaahi subxaana wa tacaala naml suurad dhan oo allah subxaana wa tacaala wuxuu ka magacaabay suurة النمل سورة دي قرآن جدا يا سيدو كالو حاكا لولا ميدا حيا شراتك أم حيواناتك نبي قولنا هي إنا لدلين سيدا شندا سورة دان الله سبحانه وتعالى كما قعب سورة النحل بل حيواناتك أيغو هالله يانو إلاك ورميا وقالت نملة قرآن جبا وحي تري سبجد قيمة قرآن قوصينا إلهي سبحانه وتعالى وحكس وحيوده وأوحى ربك إلهي سبحانه وتعالى وحيونيا إلى النحل شني سبجد وهكذا هدهد كلام بدعة كذلك ولا ليال نبي سو نبي جنوش عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة قصو نبي جنوش كي أو حولي هي نبي كم بدعة أم بيد الله سبحانه وتعالى أيا ميل دقي جيت هستي سامع ميل حوار حشرات كي راجدو قرانجي أيا قنينتي قرانجي دمر الله بركي قنينتي وحنون صدي wuxuu amar ku bixiyey ama uu sameeyey quraanjidii meeshay degneed oo dhan inuu hal mar wada gubo yuu amar ku bixiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu u soo waxyooday wuxuuna ku yiri hal quraanji ayaa ku qaniintay hal quraanji ayaa ku qaniintay ummad dhan ayaa u laysay oo u baabi'isay weliba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu raaciyo nabi yiri ummad dhan noo tasbiixsanaysay meesha waxaa ka fahmaysaa يعني أنا بس الله سبحانه وتعالى وما تصبح سنة وحلال وحيابها نوم وغضوء وإن من شيء إلا وعلى شيء مجرى إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم سيقول تصبح سنة أنا ما قرنين شيء كست الله سبحانه وتعالى وتصبح سنة مركب ولا ليال ما أنت وحان إذن لو ذاقية رقية شرعية وقفك قرغيس أوغن نظيفين أيو حشرات كان نوع عاصو كلا يا ما أنت إذن لو ذا جاية وحا مركة كوبات سوق هذا نيسا بيب بضن يوال كسو شوما نيسا وحا تكو أخر نيسا أفر صورة إيشان أذكار أفر صورة إيشان أذكار أفر تصور دوحا وصورة صورة الناس كو قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سودي ويلك كنت مركز كنت في سات هو على سدوا كل قول أدبر بفلق صورة لا بدبر فلق وي قل أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة سوف أقرأ سلبه سورة زد حد وقل هو لما إخلاص أتقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا احد. صورة افران واذا زلزلت وقرنزان صورة اذا زلزلت افرت الصورة يا اذكرت ما قرنا يسا قران كسا اخر نساء في التصورة ان سيدو كل واحد بيها كو اخر نساء شن اذكار اذكرت كو بدو حوي حسبنا الله ونعم الوكيل يا واحد يسا زيد حجر حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل بالي اذكرت الله بعد محيط هاي لا اله الا الله العليم الحليم لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله العليم الحليم أين سيد حجرك وأخر النساء وطيلة بعد وي تزيد أحد معي تاي تزيد أحد وحوي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وأذكرت سيد أحد وي قالت افراد محتاي توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله اعطي افراد تيشن البحث ودميسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم الكارت هذه ولا ليال شنت اذكار افرت الصوره بابيه واخر نساء بيه مركو حق الشب نساء وقريه ولي مركو الشب نساء عشان تما جرياش لو طلق لي وبيها سيده اير اسيدانيسو شو 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 باكو سينيسا قريه حيان وطن يحشرات وطن وكذا ما حتى هذه الجرتي حتى هذه حسد أجري حتى هذا ما قرنس السحر ومن القرش أجري قرقة وكان ضيف نيا إلى سبحانه وتعالى عن كبرينا قرينا الله سبحانه وتعالى نوح فيديو إن أمة دينا خاصة الصومالية أمة السلام كلن إن الله سبحانه وتعالى وضح فيديو شر إشهد إلى سبحانه وتعالى نجح فيديو يحاسد إلى أن دمي دم ولكن بإله سبحانه وتعالى ضعفه ولكن بعض ضيد الله ملك استوجبته وما أود الجهنب إلى سبحانه وتعالى نوح الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.